السلام عليكم. إن شاء الله عندنا درس جديد اسمه مطابقة الفعل لفاعل تذكيرا وتأنيثا، إعداد أستاذ عمر مرعي تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم. تعالوا نفتكر مع بعض كده الجملة الفعلية بتتكون من إيه؟ تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. تعال نشوف أول مثال عندي: كتب التلميذ الدرس. كتب فعل، التلميذ فاعل، الدرس مفعول به. الجملة التانية: قرأ أحمد القصة. قرأ فعل، أحمد فاعل، القصة مفعول به. ثلاثة: يشرب الرجل العصير. يشرب فعل، الرجل فاعل، العصير مفعول به. خدنا بالنا من الأفعال المحطوط تحتها خط: كتب، قرأ، يشرب. قال لي إذا كان الفاعل زي التلميذ وأحمد ورجب، إذا كان الفاعل مذكر يبقى الفعل من غير تاء، يبقى الفعل مفهوش إيه؟ مفهوش تاء. تاني عندي الأفعال كتب وقرأ ويشرب مفيهاش حرف التاء، ليه؟ قال لي لأن الفاعل بيكون مذكر. يبقى أول حاجة أخدت بالي منها إذا كان الفاعل مذكر فإن الفعل لا يلحق به إيه؟ لا يلحق به تاء. تعالوا نشوف الأمثلة دي مع بعض. لعبت البنت الكرة مع أختها. دخلت التلميذ الفصل. سافرت الطبيبة إلى المؤتمر الطبي. بركز على الأفعال: لعبت، دخلت، سافرت. قال لي تلحق التاء بالفعل إذا كان الفاعل مؤنث، لأن هنا لعبت، مين اللي لعبت؟ البنت. مين اللي دخلت؟ التلميذة. مين اللي سافرت؟ الطبيبة. يبقى لاحظنا إن كلمات لعبت ودخلت وسافرت أفعال ارتبط بها الإيه؟ حرف التاء في الآخر الفعل. ليه؟ لأن الفعل بيدل على الماضي، ولأن الفاعل مؤنث. يبقى أقول أكلت البنت، شربت البنت، لعبت البنت، كده. دخلت التلميذة، خرجت التلميذة، سافرت الطبيبة، عادت الطبيبة. بحط التاء في آخر الفعل الماضي، لأن الفاعل ماله؟ لأن الفاعل مؤنث، لأن الفاعل مؤنث. تعال نشوف الأمثلة دي. تخرج المهندسة من الشركة. ترسم الفنانة اللوحة. تحب مريم زميلاتها. تخرج وترسم وتحب دي أفعال مضارع ارتبط بها حرف الايه؟ التاء في الأول. ليه؟ قال لي لأن الفاعل مؤنث، الفاعل مؤنث. تخرج، مين اللي بتخرج؟ المهندسة، مهندسة مؤنث. ترسم الفنانة، فنانة مؤنث. تحب مريم، مريم مؤنث. يبقى لو كان الفعل مضارع، لو كان الفعل مضارع والفاعل مؤنث بحط التاء في أوله، بحط التاء في إيه؟ أوله. تحب، ترسم، تخرج، تأكل، تشرب، تنام، وهكذا. القاعدة: لا تدخل التاء على الفعل الماضي أو المضارع إذا كان الفاعل ماله؟ اسم مذكر. قلنا لو كان الفاعل مذكر مفيش تاء مع الفعل، لكن التاء مع الفعل إذا كان الفاعل مؤنث. طيب ليه حالتين التاء دي؟ التاء في الآخر يبقى مع الفعل الماضي، التاء في الأول مع الفعل المضارع. يبقى زي ما احنا شايفين كده ملخص الدرس: لا تدخل تاء التأنيث على الفعل الماضي أو المضارع إذا كان الفاعل مذكرا، وتدخل تاء التأنيث على أول الفعل المضارع إذا كان الفاعل ماله؟ مؤنث، وتدخل تاء التأنيث على آخر الفعل الماضي إذا كان الفاعل مؤنث. يبقى التاء دايما مع المؤنث، التاء دايما مع الايه؟ تاء التأنيث. مع وادي الصورة بتوضح لي حرف التاء مع الفعل الماضي بتيجي في الآخر، مع الفعل المضارع بتيجي في الأول عشان ما انساش. وبكده نكون خلصنا الدرس الجميل دوت، واشوفكم ان شاء الله في الدرس اللي جاي. مع السلامة.